وانتم بخير، ولان العيد فرحه جايين اليوم نعيش اجواء الفرح والسعاده في عيد اثراء، واللي عندهم اكثر من 20 فعاليه. ممكن للزوار يصمم رحلتهم حسب هواياتهم واهتماماتهم والفئات العمريه الموجوده في اسرتهم. ما عليكم سوى تتبع هذه الخريطه الموجوده هنا في البروشور، ويلا نكتشف الفعاليات. ايش سويتوا في العيد امس؟ يعني تسلينا، خرجنا، خذينا عيديات، وزعنا عيديات للناس، رحنا نصلي العيد، كان يوم جدا جميل. قولي وش اكثر فعاليه عجبتك هنا؟ الفعاليه اللي اكثر عجبتني هنا هي اللي اكسو هناك في الاخير، وعجبتني الفعاليه اللي ياخذون الاطفال يقعدوا يلعبونهم العاب. كيف شايف العيد هنا؟ مره يتنين الصراحه، عجبتني الفعاليات، حبيت التنوع الموجود، اقدر انبسط مع اهلي، مع يعني كل الفئات، في اطفال، في نساء، كلنا انبسطنا، يعني كل شيء موجود. وبعد ما شفنا فرحة الناس الكبار والصغار بالفعاليات الخارجية، خلينا ندخل المبنى ونكتشف باقي الفعاليات. كل عام وانت بخير. وانت بخير. كيف شفتي فعالية السيرك؟ فعالية السيرك عجبتني، الإضاءات والليزر والأشياء وفستان البنت مرة كان يجنن. ما شاء الله تبارك الله، يعني الفعاليات متنوعة وتلبي جميع الفئات من الكبير إلى الصغير. أكثر شيء عجبني إن الأطفال بعد ما يلعبون ويستمتعون بالفعاليات يعطونهم كوينز، يجون هنا يستبدلونها في أرض الحلويات بحلويات لذيذة، وهذا شيء راح يفرحهم أكثر. أنصحكم تجون وتجربون الفعاليات اللي مستمرة إلى يوم الجمعة، تعالوا ولا تفوتكم.